بسم الله. بص يا باشمهندس، خلينا بقى نظبط شوية حاجات كده مع بعض. تمام، مين اللي شغال هنا؟ شغال هنا خالد. أنا يا سيدي، ما عنديش حاجة هنا. كويس كده، والسي يوزرز مش عارف ايه، ماشي خلاص. وبالتالي هو هنا، الدي سي عنده ما فيهوش حاجة، ما فيهوش حاجة. كويس، وبالتالي برضو دي ما فيهاش حاجة، برضو ما فيهاش في حاجة عنده. ديسكونكت. ومن عندي من هنا برضو هو كيوزر ما فيش حاجة اسمها كده. كويس كده. احنا عندنا فولدر هنا، فولدر اسمه اسلام دوت داتا. الفولدر ده السكيورتي بتاعته مستخدمين كلهم، اديهم في الكنترول. ازاي هتحكم فيهم من الشاشة؟ هتحكم فيهم منين؟ من الشير. ادفانسد شيرنج، شير باسم اسلام دوت داتا. والله احنا هنسميه مرة اسلام دوت اي تي ابلاي، وهسميه مرة اسلام دوت سيلز. اسلام دوت سيلز دوت هضيف خالد وهديله تشينج وهشيل ايفريوان. وطبعا الادمنستريتور عضو ايه؟ عضو ثابت في الكنترول. وعشان كده خالد ده اهو اخليه كونكت بالزد على باك سلاش باك سلاش دي سي باك سلاش اسلام دوت سيلز. واللي بيحصل كالآتي، الشغل بتاعنا لسه احنا محتاجين ان برضو في الاي تي احنا مدين للناس صراحة تشينج برضو للكل. والله اوكي. وفي نقطة تانية مهمة جدا، ايه هي؟ ان انا مشغل ايه؟ الاكسس بيزد انيوميريشن على الفولدر ده عشان اظبط بيه للناس، وممكن امنع بيه الاوديو والفيديوهات اللي انا عايزها، مفيش اي مشكلة برضو. يعني هفتح برضو معايا الايه، فايل سيرفر ريسورس مانجر. انا هنا عندي طبعا اي تي وسيلز، ده الحاجات الوحيدة اللي موجودة. فبالنسبة للسيلز دوت انا هانيبل الايه، الاكسس بيزد انيوميريشن، وعلى مستوى برضو الاي تي. وانا بتخيل بكم الاثنين نفس الايه، نفس الفولدر يعني. كويس، وهخش هنا ما عنديش كوتات، والفايل سكرينز ما عنديش فايل سكرينز. فانا عندي فايل سكرين واحدة بس هتبقى على الراجل ده اهو. الفايل سكرين دي هعمل بقى بلوك اوديو ايه، اوديو فيديو على طول كده اكتف. عندي كوتا، اكلت كوتا هدي للناس 250، مش هارد
الباص بتاعنا. انا كده ظبطت الايه، ظبطت الفولدر بتاعي. هو هنا لما يجي خالد ياكسس يدخل هنا يعرف يشتغل بقى. فخالد هيدخل هنا هيعمل فولدر اسمه خالد داتا، ويحط فيه شوية كلام مهمين بالنسبة له. في أي مشكلة؟ طيب لو أنا جيت يا باشمهندس على كارت اللان وفصلته، شديت الكابل من هنا أو من السيرفر، ودخل خالد يشتغل، هيلاقي الشبكة؟ لا. طيب يعني مش هيوصل؟ لا مش هيوصل. طب لما اجي اوصلها تاني اشتغل ويوصل ويكتب ويعمل اللي هو عايزه؟ تمام. طب ايه رأيك بقى ان احنا مش عايزين الناس تحس اما مشكلة تحصل في الشبكة؟ الارجيل اللي راكب في الكابلات اللي مركبه نص كم، فالار جي مش مظبوط، يعني كل شويه بيطلع مش عارف ايه، فبيفصل احيانا. احيانا بتحصل مشكله في الشبكه، فعايزين نفصل الكابلات عشان نظبط شويه حاجه عشان ننقل الكابل من سويتش لسويتش، بس مش عايزين المستخدمين يحسوا ان في مشكله. طب مايكروسوفت تعمل لنا حاجه اسمها اوف لاين فايلز. اوفلاين فايلز، ملفات تشتغل والشبكه اوفلاين. بس انت عشان خاطر تعمل حاجه زي كده مطلوب منك تظبط اعداداتها من عند السيرفر اللي انت مشير عليه. يعني ايه؟ يعني انت هنا مشير فين؟ مشير هنا على اسلام دوت داتا، ماشي اهو شيرنج، ومظبط من الشيرنج. في زرار جنب البرميشنز اسمه ايه؟ كاشنج. الكاشنج، انا بتكلم على سيلز دلوقتي، ماشي، اللي هو بتاع خالد. ماشي تمام. الكاشنج دوت فيه شويه اعدادات اقدر اظبطها منه، وممكن اظبطها من مكان تاني اللي هو مين؟ الشير اند ستورج مانجمنت. فين هو الشير اند ستورج مانجمنت؟ اهو. من ضمن الحاجات اللي اقدر برضو اظبطها من الشيرنج اند ستورج مانجمنت ان انا اقدر اخش على الشير بتاعي سيلز واقول له ادفانسد واظبط الكاشنج من هنا. نفسها ولا لا؟ أيوة. نفسها. ولو انت عايز تتعلم بعض المعلومات عن الموضوع ده ممكن تخش كونفيجر اوف لاين افيلابل مش عارف ايه ايه، وانت تقرا وتتعلم. ايه القصه يا عم؟ القصه ببساطه جدا جدا في الكاشنج هنا، ان انا بقول له هنا ايه؟ اونلي ذا ديفولت ذا فايلز اند بروجرامز ذات يوزرز سبيسيفاي ار افيلابل اوف لاين. يعني ايه؟ يعني فقط اللي المستخدم هيقول لي ده هو تسيبه لي متاح اوف لاين هسيبه له. وده الديفولت، يعني معنى كان علي يقدر من يجي من هنا يخش على انا عايز الفايل ده يكون متاح ليا اوف لاين اهو، اولويز افيلابل ايه؟ اوف لاين. وممكن اظبط الاعداد بتاعي ان هو يكون all files and programs that users open from the shared folders are automatically available offline. يعني ايه؟ مجرد ما المعلم يopen فايل اصبح بالنسبه له ايه؟ وده اكثر واقعيه. ما هو المستخدم ممكن ما يكونش عارف حركه زي كده، فانا هشغله كده اهو. يبقى الكاشنج شغلتها هنا ايه؟ automatically offline على sales و automatically offline على IT. والكلام ده يعني ان انا افتح ده، ده اصبح ايه؟ متاح اوف لاين. مجرد ان انا عملت ايه؟ عملت له اوبن. يعني ايه متاح اوف لاين؟ يعني يا سيدي الفاضل تعالى افصل الشبكه بتاعتنا. فصلت الشبكه؟ تعالوا نطلع نعملها، نخش اللوجن تاني.
ماشي حاضر، خليه زي ما هو. ثانية واحدة، كونكت كده، اعمل لوج اوف بس كده. متأكد بس الراجل ده دورنا ايه في الاوفلاين. ليه مفيش؟ طيب مفيش، هو انا بظبطها من هنا ولا من هنا كاش فانزل اوتوماتيكلي. لا خلاص اتظبط يا ماشي باشا، خلاص تمام. خلاص هنا حاسس بيها اهو، اوتوماتيكلي اهو. تمام، بس ما حاسش بيها. طيب الرن ملهاش علاقة، بس انا مش بس البونص عليه ملهاش علاقة بالكلام ده كله. ممكن اعملها من هنا اولويز افيلابل، بس انا عايز ما فيش وقت، مش عايز اعمل ريستارت انا. طيب بص، خليني اعملها لك انا برضو مانوال بهنا، وبعد كده نجرب لك ده ليه لا اوتوماتيك لما يقبل. بص انا هعمل لك مانوال اهو بيها، هقول له ميك افيلابل ايه اوف لاين، كويس كده. طيب تعال نفصل الشبكة، وصلنا ليه؟ شوك هو كده مش واصل معاهم خالص. كويس، هو بياخد بس وقت على ما شوف العلامة ده اهي، دي علامة الأوفلاين. خلينا نفصل تاني، معلش كده فصلنا صح. مش هو طب هو ازاي يا باشمهندس بيشوف هو انا شغل؟ هقول لك اهو، هقول لك اهو. جاب ولا لا؟ جاب جاب، وده برضو جاب واحد عليه اكس والتاني شغال، ايه وهنا لو دخلت جوه هتلاقي واحد مش شغال والتاني شغال. شغال. طيب لو جيت على اللي شغال ده اهو، يفتح لي ولا لا؟ هزود اهو، سيف. هل انا سيفته راح على السيرفر؟ لا، لا هيروح ازاي والشبكه مفصوله؟ لكن انا اشتغلت. ايه اللي بيحصل؟ مكيشه عنده، عنده فين؟ على ويندوز 7 على الاي تي داش عالي، مكيشه عنده هو. عنده هو. تمام حلو كده، تمام واشتغل عليه. طب وبعدين وصل الشبكه، وصلت الشبكه كويس كده. بص يا ريس، ادي الفايل اوف لاين، ليه شويه اعدادات كده ممكن نعمل لها مانجمنت، واخد بالك؟ يعني مثلا من ضمن الاعدادات اللي ممكن نظبطها مثلا ان انا ممكن اديسيبل عمليه الاوف لاين فايلز خالص.
كويس كده، اتفرج على الاوفلاين فايلز اللي موجوده ماشي. اهو اهو، ده الاوفلاين فايلز اللي موجودين، تمام. خد بالك، اقدر اروح اشوف احنا بنستخدم بنكيش في مساحه قد ايه. يقول والله المساحه المتاحه ليك انك تكيش فيها 13 وشويه، تمام. 13 بقى جيجا بايت من السي بكيش عليها، تمام. حلو الكلام. فتقدر من هنا تتفرج، اعمل لك انكريبت كمان كمان، يعني يبقى اوف لاين وبرضه ايه، ويبقى انكريبتد براحتك مفيش اي مشكله. طيب انا عايز اعمل ايه دلوقتي؟ اسينكرونايز. يعني ايه سينكرونايز؟ يعني انا الى الان مع ان الشبكه وصلت خلصت ولا لا؟ يعني مجرد ما الشبكه وصلت السينكرونايزيشن اشتغل وانا اقدر اسينكرونايز براحتي من هنا تاني. عادي، تمام، كويس كده، تمام. يبقى الشبكه تفصل هو شغال، وقصه اللي وهو بيوبن يشتغل معاه بتشتغل برضه مفيش اي مشكله، بس هتاخد الوقت على ما تشتغل بس فيه، لكن هي شغاله زي الفل مفيش مشكله. يعني المفروض دوت اول ما تفتحه وتعمله وتقفله كده شويه، ممكن عايز ريستارت ولا حاجه يعني، تمام تمام. وايه كمان؟ لو انا فصلت الشبكه بتاعتي اهو، يفرش هنا كده، ده اهو، وقمت مزود بقى كام سطر؟ ثلاثة. وبص، هل في علاقة ربطهم ببعض لغاية دلوقتي؟ لا لا. فقام جاي واحد هنا وأملاك. وأملاك. وصل للشبكة، صلحنا المشكلة. ادي السنتر بتاع السنكرونايزيشن، تعالى السنكرونايز، يلا ماشي، ماشي، تمام. كده في بروبلم، لا لسه بس ما حصلش التزامن لسه. فيو سينكرونايز كونفليكت، بس لسه المفروض يطلع لك هنا مسج ان في كونفليكت حصل. سينكرونايز سنتر، اللي انا دخلت فيها ده ايه؟ سينكرونايز. لا بص، يعني فين سكادول السلام دوت سيلز؟ هعمل سكادول امتى؟ بص، لما الشبكة توصل والجهاز بتاعي يقعد 5 دقايق ايدل، لا لمست لا كيبورد ولا ماوس، ايه اللي يحصل؟ اعمل السنكرونايزيشن ماشي، بحيث ان هو ما يسنكرونايز وانا شغال ما يبطلش السرعه. لا، يبقى السنكرونايز اول ما الجهاز ايه يقف عن الشغل ككيبورد وماوس يبقى ايدل يشتغل على طول، تمام. واسطوب مش عارف امتى، واقدر اذا ويت نوت ان ستاند باي او هايبر نت، لو مش كده ومش كده اعمل ايه السنكرونايزيشن. اما يبقى الكمبيوتر شغال باكسترنال باور اعمل السنكرونايز. دي كلها اوبشنز اقدر ايه، اقدر اشغلها، لكن انا عايز اقول له سينكرونايز اوف لاين. كده في كونفليكت لازم يكون حصل. في مشكله لسه، ما لسه لسه الى الان ما حصلش سينكرونايزيشن، لسه الى الان ما حصلش تزامن الى الان، لانه هو المفروض يشوف بيطلع هو، بس هتلاقي اي حاجه بس. ماشي، تعال
بيحصل كونفليكت ويخيرك. يقول لك دلوقتي اللي حصل، لقينا في هناك واحد اتعدل وعندك واحد اتعدل، ها مين فيكم اللي هيمشي؟ مين فيكم اللي هيمشي؟ احذف اللي هناك ولا احذف بتاعك ولا اسيب الاثنين وغير اسم واحد؟ ده اللي هو هيقوله لك اهو كده. في واحد ايه كونفليكت، بيقول ايه الكونفليكت؟ بيقول لي both versions have been updated، الاثنين اتغيروا. اكيد this version اللي هو on this computer ولا اكيد اللي على الشبكه؟ اللي على الشبكه اللي هو هناك على السيرفر هناك ده فاضي. طب عايز اتفرج عليه. انا قلت له كيبل اللي هناك الذي كان فيه اوبن كده، هو عمل كيبل اللي هناك كده خلاص كونفليكت خلاص. وده غلط، المفروض اكيب مين؟ بتاعي انا، هو اللي يظبط هناك، لان ما اعرفش اللي هناك عامل ايه. تمام. ممكن يكون هناك ايه مبوظ الدنيا هناك. لا بس بتاع انا اللي اضمنه، فبتاع انا اللي يشتغل هناك. انما دلوقتي انا عملت ايه كيب اللي هناك، فتلاقيه فاضي. تمام كويس كده. دي بتظبطها ايه، دي اسمها اوف لاين فايلز. كويس كده.